زيد توبي. على كل احنا قد نأسف حينما إنسان يتوفاه الأجل وهو على كفره، نأسف له شديد الأسف. نحبش ندخل معك في نقاش هو كافر ولا أو من أهل الكتاب. نعم، لأننا نتمنى للجميع أن يموت على الإسلام، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، حتى للي ربي قالوا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لأنه كان يتحسر صلى الله عليه وسلم لموت بعض الناس على الكفر وعلى الإلحاد وعلى غير الإسلام، لأن الدين كما قال ربي إن الدين عند الله الإسلام. إذا لا يجوز الترحم عليها. وقال ربي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه آيات صريحة بناء عليه بناء عليه. وسيدنا صلى الله عليه وسلم كان عنده عمه أبو طالب، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقعد بحذاه وديما يستغفر له، يستغفر لأبي طالب. فقال له وقت اللي مرض برشا أبو طالب، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا سأستغفر لك ربي ما لم أنهى عن ذلك. ما لم أنهى يعني إذا كان ما نهانيش ربي عن الاستغفار لك سأظل أستغفر لك طوال حياتك. وقت اللي شافوا الصحابة وعندهم إخوة وعندهم أجوار وعندهم أحباب وأصدقاء كانوا مشركين وكانوا من النصارى أو كانوا من اليهود، وقت اللي شافوه هكاك يعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب ولاو يستغفرون لأولئك المشركين اللي هم أجوارهم وأحبابهم ومن عائلاتهم، فهمني؟ فشاع هذا الأمر في أوساط المسلمين، حتى للي ولاو يظنوا المشركون واليهود والنصارى يظنوا وأنهم سيكونون على خير بما أنه الناس تستغفر لهم وتدعو لهم بالرحمة. فما الذي حصل؟ ما الذي حصل؟ فنزل قوله تعالى، اللي حصل نزل قوله تعالى من سورة التوبة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، لأن سيدنا إبراهيم عند أبوه هذا آزر. واضح واضح، ما عادش وقت. إذن لا يجوز الترحم. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. إذن حاج لا يجوز الترحم. إذن الترحم على الإنسان الذي يموت على كفره، يموت كافرا، غير جائز. واضح. غفران.